منع هذين الرجلين من الدخول في الإسلام. وقريش اشتدت على النبي ومنعت كل الناس من الدخول في الإسلام، لأن الإسلام تهجم عن الأصنام. شكون هم اللي كانوا يدافعوا عن الأصنام يا ترى؟ ليس كل الناس، أناس لهم أموال ولهم تجارة في مكة، قدموا من الطائف. لما علموا أن القرآن هاجم الأصنام ألبوا الناس عليه وحرضوهم. ما علاقة أصحاب الأموال وأصحاب التجارة بتلك الأصنام؟ هذا السؤال أنا أطرحه الآن. هل أصحاب الأموال والتجارة كانوا أكثر تدينا؟ هل كانوا أكثر تمسكا بعبادة الأصنام؟ الأصنام في حد ذاتها ماذا كانت تمثل في مكة؟ هل كانت تمثل تلك المعبودات القومية التي يقوم الناس من أجل الدفاع عليها أم ماذا؟ هذا ما سنعرفه، والإجابة على هذا السؤال ستحدد لنا طبيعة المعركة القادمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. عندما نرجع إلى القرآن نجد أن القرآن